ليه؟ وعيد ماله تبعتي لي معاه جواب. عايزة أقابلك، أقول لك اللي في قلبي. قولي وخلصيني، وآخر مرة تبعتي لي مرسال. أحمد، أنا عارفة لينا اللي وافقت على الجواز من عباس. ليه؟ علشان تفضل جنبك. جنب أنا؟ وتبقى شرك بينكم. خلاصي. عارفة مين عباس؟ انما بقيناها ليله صدق ومش هتعدى على خير. ليه بس يا عباس؟ يا عم حسني ده ضايقني قوي، الراجل سنين دوت اديله شهرين ما خرجش من بيته، واول انا ما زنقت وشحت منه جاكيته داير ورايا في كل حته. ده انت خامس واحد يوصيه على الحكايه دي. صح. فرحان بيها، دي معموله من قماش الكنب، واللي مجنني يا عم حسني انه ما بيلبسهاش. تلبسها يا عباس؟ طب على الطلاق بالثلاثه لا اقلع ولا البسها لك قدام الخلق دي كلها، عشان بنفسك يا عم حسني شوف المنظر على الطبيعه، شايف بتلقي فيها هتقع منها. مسخرة يابا. ايه العباشة؟ ما حاجة من ريحة الشغل بتفكروا بأيام زمان. المفروض ان المناوجست سمير وهبة ما قلقش على حاجة مع عباس، دي جدعانة، ده اللي انا اعرفه. صح. يلا عباس العروسة جاهزة. ايه؟ تاخد العروسة بدل الجاكيتة؟ قلقان عليك، أول مرة تفوتي زفة يا بنت. أنا مش عاوز أشوف حد. ولا أنا؟ ولا أنت. أنا سبت الشغل يا سيد. من بكره نشوف شغلنا. ها انت لسه برضه بتفكر في الكاسيت؟ اخش تيجي منك انت يا علي. اه فكرتني انا سيد، قلت لك جهاز تسجيل وكما انما ايه هيخليك تعيش لوحدك مع حليم. ابوسك. انا مش طالع معاكم السفينه، هختلي بنفسي على الكورنيش. وصيه حقيقي. بنفكر نبدا حياتنا ازاي، سنين عدت الواحد مش واخد باله. انت لازم تيجي تعيش معايا وسيد وعباس، اجر لهم العربيه وخلوهم يعيشوا في عشة عمتك لحد ما يلاقوا لهم مكان تاني. لو سبت العربية ما بين سيد وعباس هتحصل بلاوي، والواد سيد حقه هيضيع. لا لا لا، الولع عيب قلبه أبيض. لا ما دخلت حياة واحدة ست والله أعلم هتعمل معاه إيه. يا جدع اتهت في إيه ده؟ أنت حلالي بلاوي. حلالك قدام الناس ربنا. إيه بس يا عباس؟ بقول لك إيه بس؟ بقول لك إيه عباس؟ ليك حلوة كمان. ولا لا؟ أنت راجل قدام الناس. تعرف يا عباس اول مره امشي على الميه جميله قوي. انا وحبيبي انين نونا امانين. نونا ايه؟ تهد تعرفي ايه؟
الخمره اشتغلت في دماغي، حاسس ان في صواريخ مرشقه بجثتي. ده اللي لازم يعلم بيها الا ربنا. يا جدع انت مش عايز اوعى اوعى خليني اروح الحمام مسنوقه. الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله حتى العدو للقاسي. عباس بلاش روح، شوف انت جابك هنا. ايه في ايه يعني؟ ده حمام حريم يا نادي. ما انا عارف انه بتاع الحريم. طب اوعى ما تقلقش من امل المقتول. عباس مش حلال يا بلاش. يا جدع اوعى يا حي عبد. النهارده ليلة دخلتي انا عريس بس منظري حلو، بس يظهر ان انا اتدبست. الله السفينه دي هتروح لحد فين يا عم؟ حلوان وتراب. واحنا فين بقى دلوقتي؟ احنا قدام مصر عتيق. يا حلاوة على اصحابي. ابا عريس وتحرسوني في ليلة دخلتي؟ انت مبسوط؟ ده انا متنيل يا سعيد. ايه استنى يا عباس. تعال هنا عباس. المية مش حاطه فيني، حسوا بيا يا جبلات. ايه في ايه؟ وقف السفينه ونزل لهم قارب.